هذا قطع شلبنا من هاد المناطق اللي حدانا واخر مرة قطعوا ربعه من دوار صافي من قطعوا ربعه من دوار دخلت لنا الفكرة ديال احنا باش نحرقوا عطينا 500,000 داكشي اللي عندنا ده باقي يستنونا الفلوس مسلفينهم كانوا عندنا شي بهجمات وزيرت بابا قلت ليه حرقني قال لي لا ما نحرقكش ما ندفعكش الا بحال تموتي قلت ليه لا ضروري تحرقني قلت ليه ما بتحرقني شوف كندير راسي عقب كان رابط شي بهجمات العيد عقب باعهم وعقب تسلف مع الحادثة قد الله يجازي بخير وعقب خلصوا شي وحدين عندنا من دوار وعقب تقوى خلص انا ما تنعرفو ما عندي النمرة ديالو انا زيرت بابا مشى خلص ليا تكلف وتسلف مشى خلص ليا قال لي من نهار نعقط للداي يجي معاهم فعلا من نهار عقط للداي قالوا لي مشيت معاهم كل واحد مخلص يعقط لي بالنمرة ديالو تيقول لي فلان ولدك الصباح يجي المديونة من يجي المديونة نعم نتلقى ليهم فعلا اتفقنا احنا بينا 8 وجوج من الناس ذو ومشينا المديونة من مشينا المديونة مع ظلمة الظلمة ما بين المغرب والعشاء جدانا لحد السوق بقينا تماكي تقلنا محاش بقى يجينينا مع الداي مسكوتشين التليفونات ما عرفوش اش من وقت جالينا صافي وقوي جدينا في كاميو وحنا نمشيو من مشينا ضعقنا بنادم كثير انا مشاو معايا الداي ولا الدوار انا مبقاش عارفتهم ذاك بنادم كثير من نزلنا من الكاميو قلنا تلقوا دغاك وبدي خسرنا في الهضره وضعقنا قالوا نهز البواده ديال ليسانس من هزينا البواده ديال ليسانس من هزينا ثاني البواده ديال ليسانس بغينا نرد الناس باش يجيو الداي ولا الدوار نشوفهم ما بقاش شفتهمش صافي وقلنا ثاني بدا خسرنا الفتره قلنا سوي جبوا الزودياك من جنة الزودياك حطينا في الماء كي حطينا في الماء لا حالينا حنا وليسانس ولدك جي صافي وانا نتصدم بحال شي واحد دار لي سكوطش على فمي ما بقاش دوي وداي ولاد البلاد هذو اللي ما ركبوش وحل واحد كان ورايا وواحد كان قدامي من ضربت الفقد ما صدت واحد حدايا صدنا انا والله بقينا شادين تا تا تا, تا تهزوا ليسانسو صافي وحنا ركبوا ضربنا 6 الموجات الموجه الاولى مزيانه الثانيه مزيانه الثالثه مزيانه الرابعه من عمرت وانا نشدنا في حد القنب شديتها على الله صافي بنادم تيشهدوا كل تيقرا القران وكل تيصلي على رسول الله وصافي جات الخامسه الموجه الخامسه عمرت الثاني وبحال ما تغبط وجات العفو وصل الماء الموجة الساتة جات قد ما قعدت عيني تيبان لي البحر جاي صافي وجات غبطنا من غبطتنا بقيت انا شاد في القنب على الله صافي تنتسنى فرحت خرج ماشي شديت القنب باش نعيش ولا شديت القنب انا على الله صافي من مصد ما ندير شديت في القنب وصافي صافي وجات عقب تقلب من عقب تقلبت تاني طلعتني معاه عجبت كي كانت جات حل الموجة وجات غدا كي كانت من غدا كي كانت هذوك شي دايته هما كانوا شادين الوسط قلبتهم معاها انا كنت شاد في الجنب قلبتني على باغا وهي قلبت الجهه صافي وانا نقول حس قد اعتق روح وقي جرني طلعنا عدو تطلعنا وما عديش امان نعيش موجات لحنا الموجات تخرجنا الغمله من خرجنا الغمله وحنا نسجدوا بحال يلا تزدنا صافي وقلبت على الدار ولاد البلاد ما صطمش بحال شويه تمينا غادي نصيبهم بحال الحفره قلت لهم انتما كاينين هنا وانا قاعد نبكي ونقلب عليكم قال لي كاين حنايا قلت له فين الدار الخاين قال لي باقي مضغين ما بغاش يصدموني هما شافوا من ركبوا لكن انا كذبوا عليا قال لي غا ما غا باقي مضغين